إذا أنا بحدد من الموقع، بحدد الدرس الانتراكتيف أو الحصة التفاعلية، ومن خلال هذه الحصة التفاعلية بقدر إن أنا أرسلها للطلاب، وسواء أنا هبعته زي ما أنا قلت على جوجل كلاس روم هيظهر لي حاليا الصفوف الموجودة عندي، وهروح ضاغط هو كده أرسل لكل من هم موجودون على جوجل كلاس روم. هذا بالنسبة للدروس التفاعلية، وهو طبعا سيظهر لي على اللايبراري أو المكتبة الخاصة التي أنا أنشأتها على موقع كويزيس. هذه المكتبة التي تحوي كافة الدروس التفاعلية، وأيضا تحوي الكويزيس الخاصة الذي فعلته. طيب، هل من الممكن أن يكون هذه الدروس التفاعلية أيضا لها ريبورتس؟ طبعا بيكون لها تقارير خاصة بهذا الحصة، وإضافة لأن أنا ممكن أطبع هذه الحصص طباعة ورقية زي ما احنا شفنا في الاختبارات. أيضا من الممكن أن أطبع هذه الليسونز أو الدروس. هو كده بيبين لي أصبح كويز على الجوجل كلاس روم عندي، ووصل للطلاب وعدد الطلاب اللي هم شافوه 4 حاليا تقريبا. لو انا حددت وقلت انا عايز ابتدي في ماي لايبراري، انا هشوف الدرس واطبعه، هيظهر لي مجموعة الدروس كده، ظهر مجموعة الدروس ودرس اللي هو الجملة الفعلية. أنا هضغط عليه مرة ثانية. هلاحظ إن الدرس أنا ممكن أرشفه، أهو موجود، وموجود عندي السلايد اللي أنا كتبتها أو اللي أنا حددتها، وأشوفها كمان هتظهر للطالب إزاي في حاجة اسمها بير فيو. هي كده بتظهر بالشكل اللي هتظهر عليه للطالب. حتى هو كاتب لك فور ستودنتس، انا ممكن اتابع واشوف الحصة ستارت، نشترك في الحصة مجموعة من الطلاب، نشوف هذه الحصة التفاعلية. هو طبعا هو عشان الإجمالي بتاعها عدد سلايد واحد فما بتظهرش بالشكل الكامل، إنما هي طبعا ممكن إن أنا أفعلها بهذا الشكل. وطبعا أعزائي المعلمين، بكده نكون انتهينا النهاردة من